السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ كلكم عاملين ايه؟ وحشينا جدا، وحشينا ناس، وحشينا بالذات. اهلا وسهلا باي حد متابعنا من اي حته في حياتنا، لاي حد دخل قناتنا، وانتم نورتوا حياتنا ونورتوا قناتنا ونورتونا. وبالله عليكم يا جماعه، يعني تدعوا لنا كده دعوه في ظهر الغيب ان ربنا يدينا الحال يا رب، يوفقنا اللهم امين، وربنا يصلح حال المسلمين اجمعين اللهم امين. النهارده معانا فيديو حلو جدا. فيديو النهارده طبعا كلنا عارفين ان ناس كتيرة جدا في الجزائر زعلت ان الجزائر ما حصدتش ميداليات في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو. طبعا زي ما احنا عارفين ان ذوي الهمم طبعا فرحوهم وابتدوا يحصدوا الميداليات، واول ذهبية جت من شيرين عبد اللاوي. ويعني اكتر حاجه تميز شيرين روحها الحلوه، وجد بجد يعني الكلام اللي هي قالته كلام مؤثر جدا، لما قالت ان هي نفسها تفوز علشان النشيد الوطني الجزائري تسمعه في طوكيو. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. بجد بجد انا مبسوطه جدا، وربنا يفرح يا رب الجميع اللهم امين، وكل التوفيق لكل اللاعبين العرب اللي بيشاركوا في البطوله دي. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الذي يرصد لكم المواضيع التي تفاعل معها جمهور الجمهوريه الخمس، الجمهوريه الزرقاء طبعا، الفيسبوك والتويتر والانستغرام واليوتيوب إضافة إلى التيك توك. والبداية من أول ذهبية تتحصل عليها الجزائر في الألعاب البارالمبية بطوكيو بفضل الرياضية شيرين عبد اللاوي في منافسة الجيدو الأقل من 52 كيلوغرام بعد فوزها على الكندية بحركة الإيبون. لكن قبل مشاهدة الطريقة التي تفوقت بها، شاهدوا ماذا قالت شيرين في مطار الجزائر قبل تنقلها إلى طوكيو. قالت: حلمي منذ الصغر ربما لم يتحقق في 2016 بالألعاب الأولمبية، لأني تحصلت على البرونزية بصدق أريد وأتمنى سماع النشيد الوطني من أجل إسعاد الشعب الجزائري، وإن شاء الله يدعونا. شاهدوا كيف تفوقت على الكندية في فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. Oh wow! There we go! There we go! Lawi! Brilliant! Pixie! Ippon! Wriggle slightly off, landing fully on her back. But the Wazari that Abdellaoui had already gained earlier in the bout was enough, adding the two together. What a performance from her. Defeated Nikolajczyk in the quarter. حلمها برفع العلم في طوكيو تحقق، وهنا بدأت بطلة الجزائر شيرين عبد اللاوي متأثرة أثناء عزف النشيد الوطني، فما كان عليها إلا أن وضعت يدها على قلبها لتحس بفرحة الجزائريين بهذا التتويج. طبعا النشيد الجزائري ده حبيب قلوبنا كلنا. بطلة الجزائر شيرين عبد اللاوي ولدت في 28 اوت، يعني في مثل هذا اليوم من سنة. والله يا جماعه الناس اللي زي دي بجد بتبقى قلوبها بيضه كده، وسبحان الله يعني هم بيدوروا على، يعني زي ما بيدوروا على الفرحه لكل الجزائر وكل الشعب الجزائري، يا ريت برضه يعني نتمنى كده من وزراء الشباب العرب ان هم يفرحوا الناس دي ويكرموهم حق تكريم، لان هم يعني سبحان الله
هم من ذوي الهمم دول هم اللي بيفرحوا الناس بجد بجد، وبيبقى عندهم قدرات غير طبيعيه، وبيبقى عندهم اصرار غير عادي ان هم عايزين يحققوا ذاتهم ويحققوا نفسهم. بعيد ميلادها 23 مجلة اليابان الناطقة باللغة العربية كتبت على صفحتها الرسمية بالتويتر قائلة: حصدت البطلة شيرين عبد اللاوي أول ذهبية لصالح الجزائر في ألعاب طوكيو 2020 لأصحاب الهمم بعد تغلبها على نظيرتها الكندية بريسلا غانيه في منافسة الجيدو سيدات ما دون وزن 52 كيلوغرام فئة 3x1، وهي الفئات المخصصة لأصحاب القصور في الرؤية. طبعا اليوم حصدت الجزائر الميدالية الخامسة، وذلك بعد الميدالية البرونزية للرياضية منى قاسمي في رمي الصولجان، يضاف لها الرباع الجزائري حسين بتير الذي أهدى الجزائر طبعا البرونزية في رياضة رفع الأثقال. أما نسيمة صيفي فقد أحرزت الفضية، هذه التي تظهر في الصورة، في منافسة رمي القرص، وأهدى اليوم البطل وليد فرحاح ميدالية برونزية جديدة للجزائر في منافسة رمي الصولجان. كيف تفاعل الجزائريون مع ذهبية شيرين وتتويجات الأبطال الآخرين بالفضة والبرونز؟ سليمة سواكري كتبت على صفحتها الرسمية بتويتر: المنازلة النهائية القوية التي أدتها المتألقة الرائعة شيرين عبد اللاوي بكل بطولة وعزيمة وإصرار، وتغلبت على المصارعة الكندية غانيه بريسيلا في إذ افتكت الميدالية الذهبية في اختصاص الجيدو وزن أقل من 52 كيلوغرام ضمن المنافسة الألعاب طوكيو 2020. شكرا يا فخرة الجزائر. هنا تغريدة لآنيا لافندي تنتقد فيه فشل الرياضيين في الألعاب الأولمبية، وكتبت: بعد الأداء الكارثي الذي ظهر به 44 رياضيا جزائريا في الألعاب الأولمبية بطوكيو، شيرين عبد اللاوي تهدي الجزائر أول ذهبية في الألعاب. بجد يعني شيرين، تحية ليكي، ان انت طبعا فرحتي كل الجزائريين والشعب الجزائري، واحنا فرحتنا من فرحة الشعب الجزائري طبعا. وما نقدرش ننسى الموقف اللي عملته البطلة الجزائرية عشان تحصل البطلة المصرية في الكاراتيه على الذهبية. طبعا تحياتنا لكل اتحاد الرياضة الجزائري والمصري طبعا، وفعلا فعلا ياريت يبصوا للناس دي بعين الاعتبار، لان الناس دي يعني على قد لو حطوها في حاجة بجد بجد بتبقى قد المسؤولية عشان تثبت نفسها، وخاصة اللجنة الأولمبية، المال مال الشعب الجزائري وأنتم مسؤولون عليه. هنا تعليق للعروسي كتب فاروق العروسي كتب فيه: كم اشتقنا للنشيد الوطني ليرفع في المحافل الدولية، ألف ألف مبروك لبطلة العالم. وقدار مقداد أدلى بدلوه في الموضوع وكتب: دائما أصحاب الهمم العالية يرفعون الراية الوطنية عاليا، ألف مبروك على البطلة وعلى الجزائر. ونختم بتعليق عبد الرحمن بن دحمان حيث قال: هذا دليل على أن القوة والإرادة ليست حتما في المظهر الخارجي بل في القلب. للإشارة فإن البطلة شيرين عبد اللاوي دخلت حفل الافتتاح بطوكيو وهي ترتدي اللباس التقليدي الكراكو، وخرجت من المنافسة وهي تحمل الذهب. بجد فيديو جميل بجد وروعة، وتحية طبعا للبطلة شيرين عبد اللاوي، وإن شاء الله إن شاء الله المزيد من البطولات والمزيد من الذهبيات. وتحية لكل الناس اللي بتحاول على قد ما تقدر تفرح شعوبها، لان احنا ممكن في حاجة بسيطة قوي نفرح، لان اي حد بيفرح لو علم بلده اترفع بره، لو نشيده يتقال بره، اي حاجة بيذكر فيها اسم بلده سواء مصر الجزائر اي بلد. فبجد بجد تحية لاي حد بيقوم بعمله على اكمل وجه. طبعا تحياتنا لجمال بالماضي، مع ان الموضوع ملوش دعوه بيه، بس انا بعتبره وزير السعاده في المنطقه العربيه، وباذن الله ربنا يسهل ويبقى فيه ردات فعل قادمه
يا رب ردت فعلي على الفيديو تعجبكم بجد. الفيديو حلو لان انا يعني انا بحب الناس دي، بحس ان هي ايه يعني احنا عندنا كده بركه بجد، يعني وش الخير. الناس دي مش ناقصها كتير، احنا اللي ناقصنا كتير، احنا اللي جاي شايفين نفسينا اصحاء، لكن في حاجات كتيره قوي احنا يعني مش صحاح فيها. يعني احنا بيبقى ربنا مدينا حاجات واحنا ما بنقدرش نثبت وجودنا او نثبت حالنا، لكن الناس دي سبحان الله بتبقى راضيه وراضيه بقضاء ربنا، وبالعكس بتلاقيهم قد المسؤوليه وقد الحاجه اللي بيتحطوا فيها، اذا كان سواء رياضه او سواء علم او اي حاجه يعني. فربنا يصلح حال الجميع. والفيديو جميل، وتحياتنا تاني لشيرين، وتحياتنا لكل ابطال الجزائر وابطال مصر وكل الدول العربيه، وباذن الله باذن الله الدنيا تبقى احسن واهدى في كل الاوطان العربيه والاسلاميه وكل الانسانيه. وما تنسوناش بدعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.